ادي يا جماعه الحمام اللي المفترض ان انا اقابل فيه حد وقت اسلمه الحمام بتاعنا. المفروض ان انا اسلمه الحمام صاحي، ادي الحمام كله هسلمه له ميت. معرفش ازاي قدر الله ما شاء فعل، بفتح الشنطه بتاعت العربيه زي ما انتم شايفين كده، لقيت الحمام كله ميت، مفيش فيه غير الجزء اللي واقف قدامنا ده هو اللي صاحي. ده طبعا انا هسيبه له كده، مش هاخد منه طبعا فلوس، اعتبره ان هو مات من الحمام. ولكن حرام كده، كفايه قوي قوي في التربيه بتاعت الحمام ده بالذات. الحمام ده من ساعه ما بدات فيه اللي هو اللاحم ده وانا في خساره مستمره، والله العظيم في خساره مستمره. الناس شايفين الطريق بصوره تانية خالص، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طول عمري عمال اجيب في حمام وودي في حمام، واللي فاصل معايا في 100 جنيه اللي هي بتعتبر بتبقى حسنه ليا ما باخدهاش، وانت شايفني بطريقه تانية وشايفني بصوره تانية. حرام كده وكفايه، وسيبونا بقى في حالنا يا جماعه. بصراحة أنا زهقت خالص من الحمام اللي هو اللاحم ده، وزهقت من تربيته ومشاكله، مشاكله كتيرة ما بين الناس وما بيننا وما بين بعض، وبنخسر ناس كتيرة جدا، قدر الله ما شاء فعل والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. زي ما شفنا كده يا جماعة، ده الحمام اللي أنا كنت رايح أشحنه، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ما بزعلش على الحمام من لما يحصل معاه كده. لازم نحمد ربنا طبعا في اي حاجه، في السراء او في الضراء. الحمام بتاعنا ده كان حمام طبعا سليم 100%، الحمد لله راح انقله. والغلطه مني انا فعلا المفروض ان انا اللي عايز حمام يجي لي لغايه عندي. انا طبعا مش يعني مش لازم ان انا اودي لك الحمام ونقعد بيه اكتر من 3 4 ساعات في العربيه بالطريقه دي. الجو حر، الدنيا صيف، درجه الحراره بتبقى عاليه، بيحصل الفرد بتاعنا اجهاد حراري بيموت بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. طبعا انا خدت الحمام بتاعي، المفروض ان انا اقابله في المؤسسه. اتقابلنا اتكلمته، قال لي لا ده انا ممكن اقابلك في المطريه. قلت له طب خلاص، انا قدامي ساعه كمان اتاخرت فيها، كمان ساعه اتاخرنا في المطريه. بعد كده انا طلبت منه ان انا بصراحه قلت له خلاص خليك، لو انت قريب من الحته دي انا هاجي لك في عين شمس. فخدت الحمام، بفتح الحمام، من المفترض ان انا افتح الحمام، الراجل جاي لي خلاص قرب عليا وبكلمه، فنازل افتح الشنطه بتاعه الحمام. طبعا انا قالب الكرسي اللي ورا عشان برضه محدش يقول لي انا مش عامل تهويه، وفاتح الشباكين في الفتره اللي انا منتظر فيها الشخص اللي هو جاي لي، يعني في تهويه. وغير كده ان انا طول الفتره اللي انا ماشي بيها في الطريق مشغل التكييف، يعني عامل تهويه وكل حاجه، ولكن هو ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. المهم ان انا الراجل جاي ومقرب عليا ونازل من الميكروباص، وعشان خاطر ان هو يوم اجازته انا قلت له حتى ان انا اقابلك يوم كذا، قال لي لا ده انا واخد اليوم اجازه النهارده فلازم تقابلني النهارده. المهم ان الراجل قبل ما يوصل عندي بدقيقه واحده نازل افتح الشنطه بتاعت العربيه، زي ما شفت واتصدمت الصدمه اللي هي قدامكم دي. الراجل جه حتى كمان في حاله ذهول، مش عارف يعمل ايه، فيعني هو اصلا زعل. يعني لما زعل انا قلت له بص انا اعتبر ان الاسس دي كلها ماتت، القص ده مني ليك كده. طبعا هو طبعا مش ارضاء ليه ولا اي حاجه، ولكن الموقف هو يعني خلاص انا الحمام كله مات، بلاها بقى الحمام لما يموت. طبعا احنا عاملين ناكل ونشرب ونخدم خدمه في الحمام عشان طبعا ناخد اسوس زي دي كده. دول حوالي 6 اسوس، يعني لو احنا ضربناهم في رينج 300 جنيه اسوس شبابات، وفي منهم اسوس تعمل 250. الراجل هو طالب 4 اسوس بس، انا خدت له 6 عشان لو في اي حاجه. طبعا في اختيارات بين فرد او ينفصل او يفاضل بين فرد وفرد، مفيش فيه اي مشكله ان انا اخد له الحمام كله وبعدين كده ارجع بالحمام الباقي. المهم طبعا حصل اللي حصل. الحته الوحيده اللي انا حابب اتكلم عليها، الناس اللي هي طبعا عينيها معانا ومركزه معانا، انت شايف حسين ابو عبده حاجه كبيره قوي في الحمام وبتاع، لا والله انا بستنى ال 1000 جنيه اللي هي طالعه دي، يمكن هي 500 جنيه او 600 جنيه بتطلع لي مكسبي منين؟ الزغاليل او الشبابات اللي انا بطلعها من عندي. الحاجة الأخيرة اللي هتكلم عليها يا جماعة، لما احنا بنشتري من بعض لازم نسامح بعض، ولازم انك انت لما بشتري منك برضه تسامحني في السعر اللي بشتري منك. المقصود من الكلام انك انت لو بتشتري 40 قص مني ما تجيش تقفل على نتاية، أو ما تجيش تقفل على ذكر، أو ما تجيش تقول لي في فرد مات. ده احنا بننقل الحمام من مكان لمكان، معرض ان انا يحصل معايا موقف زي ده كده. فانت لما بتاخد الاسوس دي كلها برضه في الكرتونه وتروح بيها مشوار زي مثلا مشوار كفر الشيخ او اسكندريه، فانت وارد ان الفرد يتعب منك، يعني المسافه دي كلها وحمام بيموت مني. لما انا بنقله من هنا مثلا من بنها لغايه القاهره وحمام مات، ما بالك انك انت بتنقله مسافه بعيده، او مثلا بتنقله زي طبعا حته زي اسيوط او سوهاج او مثلا اي حته في الصعيد، فوارد طبعا ان الفرد يتعب مش يموت. فما تجيش انت تحملني مسؤوليه فرد يتعب منك.
بسبب انك انت واخد مثلا 40 قص او 20 قص مني وتيجي تقول لي في جوز مات او الكلام ده. طب جوز مات انا مسامحك فيه في اول اسبوع، مفيش اي مشكله، مفيش حد بيدي ضمان على روح انت مش متوليها، التولي دي بتاعت ربنا طبعا وهو المسؤول عن الروح دي. انا بديك 3 ايام، ما تجيش انت في الاسبوع، طبعا بديك اسبوع كامل انك انت ما بتاخد الحمام بتاعي يعني ضمان ما بعد ضمان، ما تجيش انت بقى في طول الفتره دي كلها تاني اسبوع تفضل تقول لي في قص مات، تالت اسبوع تفضل تقول لي في قصين ماتوا، وبص ليك داخل عليا بالكرتونه شويه حمام ميتين جابهم لي وجاي وتاخد مكانه معوض. فطبعا الحمام من ساعه ما انا بدات فيه والله العظيم اللي هو اللاحم ده بالذات وانا في خساره مستمره، والله اقسم بالله لغايه دلوقتي لو فتحت لكم الاجنده عشان تشوفوها ما يقرب من 30,000 جنيه بسبب ان انا يعني اقول ان انا هقف على رجلي تاني باع اكتر من الاول. يعني مثلا انا يعني هفضل ان انا طول عمري اشتغل في الحمام اخسر واقول ربنا يعوضني المره الجايه الاقي برده في خساره مستمره. فطبعا ده بسبب ان انا الواحد يعني المفروض انك انت ما تبقاش جدع مع الناس او ما تبقاش كويس مع الناس عشان تكسب. لا طبعا انا مش يعني مش ده الغرض ان انا اقول كده او دي الفكره ان انا اطلع اتكلم فيها بالطريقه دي. ما بعدش على حد، كل واحد عنده حق وكل واحد طبعا له حق في اللي بيقوله. طبعا في ناس كتيره جدا ما بتربيش الحمامه دي بالذات، او في ناس مش غاويه بمجرد ان هو عجبها شكل الحمامه بتطلب حمام مالوش اصلا في التربيه، ده طبعا ممكن يتعبك جدا. النوعيه دي بالذات بتفضل طول الوقت تدادي معاها او بتفضل طول الوقت انك انت في حوار مستمر معاها من ساعه ما بتبيع الحمامه لغايه ما بتبدا ان هي تطلع عندها، ولو حصل عطل بقى بعد كده بيفضل يحملك انت المسؤوليه. ضغوطات كتيره جدا بتحصل مع الحمام. يمكن احنا شايفين في الفتره اللي فاتت عرض ضغوطات بعض الناس او بعض المشاكل في الحمامه اللحم دي بالذات، وشايفين طبعا الاحاديث اللي هي شغاله اليومين دول وضرب النار اللي بيحصل ما بين الجروبات وما بين ناس كتيره جدا اشترت حمام طبعا باسعار خياليه، وبيرجع تاني يرجع يقول كان وماني والسعر غالي والكلام ده. الحمد لله انا ببيع بالاسعار اللي انا ببيع بيها من زمان، يمكن نزلت شويه في السعر، بوصل بالحمامه بتاعتي للمكان اللي انا بروح فيها. يعني مثلا احنا متفقين على سعر، مثلا هبيع اسوس شغاله او ايا كان من الاسوس اللي هبيعها، بوصل معاك بالسعر بتشيل لي 100 جنيه او 50 جنيه. طب ما هي دي هي يعني هي دي الحسنه بتاعتي اللي ممكن تطلع لي في القصر. لما انت تشيل لي 100 جنيه انا عملت ايه؟ يعني انا لما افضل اربي زغاليل وشبابات عشان اوصل عندك وتقول لي لا خلاص يا ابو عبده سامح ومش عارف، طب ما انا هضطر ان انا سامح ده عشان جزاتي ان انا وصلت لك فعلا بالحمام لغايه عندك. بتجي لي برده لغايه بيتي وفي الاخر خالص برده، بس انا ممكن اسامح في البيت عندي انك انت بتاخد فرد وترجع فرد، دي عادي ما فيش فيها مشكله. انما حمام يعني حمام يوصل عندك ميت بالطريقه دي كده كده انا بخسر ما بكسبش، وقدر الله ما شاء فعل. طبعا دي عين، والعين طبعا يعني فلقت الحجر زي ما بيقولوا. الحمد لله طبعا ما بزعلش على اي حاجه، بس انا بوريكم بس اللي بيحصل مع الواحد عشان في ناس كتيره جدا باصه ليا بنظره ثانيه. يمكن انا طبعا زي اي واحد بستنى طبعا ال 100 جنيه دي تجيلي من الجوز، ف 100 جنيه في 100 جنيه بتعمل معايا. طبعا حتى لو هجيب اكل لو هجيب اكل الحمام وهجيب كلفه الحمام ده كده بيبقى كويس جدا، والعلاجات بتاعته الحمد لله بفضل برضه شغال زي اي حد. محدش يقول يا جماعه الحمام هوايه مش تجاره والكلام ده، طبعا بنربي الحمام كلنا طبعا هاويين الحمام وتربيته، انما لو احنا جالنا في مصدر رزق كلنا هنشتغل فيه عشان بس محدش يقول لك ايه دي هوايه ومش تجاره والكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه. لو هو فعلا هوايه ومش تجاره مش تلاقي السوق بتاع السيده عائشه ده مليان ناس وماسكه شيالات واللي واقف بالفاص واللي واقف طبعا بسلكات عشان يبيع الحمام بتاعه. فالكلام ده طبعا كلنا ان احنا بنجري ورا لقمه عيش، وكلنا بنجري ورا الجنيه اللي هو بيطلع لنا من الحمامه. فلما طبعا تخسر حوالي 1400 جنيه او 1800 جنيه في طلعه واحده زي كده فدي طبعا بتزعل. ولكن انا حابب ان انا اتكلم على بس اخر حاجه اخيره اللي هي لازم انك انت تسامح وما نقعدش نشرط في بعض على جروبات بالطريقه دي كده. الحمد لله انا ما حدش اتكلم عليا، ولكن انا اللي انا اللي بشوفه بس حابب ان انا اتكلم عليه. لما تاخد فرد من حد يعني حاول انك انت تتواصل معاه، حاول انك انت تسامحه، مش هتستفاد حاجه انك انت تسوق سمعته قدام الناس ويكون هو شخص مثلا محترم، ومش هنستفاد بعض ان احنا الهوايه فعلا بقت حاجه زفت بامانه. بقينا دلوقتي يعني نعيب في بعض نشتم بعض، كلمه نصاب دي دايما كده تتقال وتحط تحتها مليون خط، ودايما الناس كلها
اول حاجه بتحصل بتقول لك انت نصاب، انت مش عارف ايه. طبعا الحمد لله ما حد يعني محدش يقدر يقول عليا كده، لان انا بتواصل مع الناس، فطالما بتواصل معاك في الخير ما تفضلش انك انت طول الوقت تحدف معايا في كلام او تظن معايا في كلام. يمكن في حاجات على الواتس عندي بتضايق جدا، ده طالع ان انا مش طالع ان انا استعطف حد والله في الكلام ولا اي حاجه، ولكن طالع اقول حقايق بتحصل في موضوع الحمام اللاحم. ده اللي بيحصل كله مع الحمام اللاحم، وده اللي بيحصل مع الناس. ومشاكل الحمام اللاحم مفيش حد سلم منها، اذا كان طبعا غاوي كبير او غاوي صغير، اذا كان شيخ او امام مسجد، كل واحد كان بيتشتم الشتيمه اللي هي المعتاده، انك انت بتطعن في شرفه او بتطعن في حقه قدام الناس كلها، وبتطعن في حقه قدام الناس كلها في الجروبات، وبتعيب فيه قدام الدنيا بحالها بسبب فرد حمام واحد يكون مثلا في عيب او بتاع او حاجه زي كده. ارتضيت مثلا بالسعر بينه وبينك، ما فيش انك انت تتكلم معايا في حاجه تانية. في مشاكل كتير جدا حصلت معايا في الحمام، ولكن على قد ما اقدر ان انا بحاول ان انا ارضي الناس، مش هرضي كل الناس كلها عشان تبقى عارف وعشان نبقى متفقين، مش هرضي كل الناس. ولكن انا لما يجي مثلا عندي كميه حمام ببيعها ومكسبي مثلا حوالي 2000 جنيه مثلا او 1000 جنيه منها في الكميه اللي انا بعتها دي، لما انت ترجع لي الاسس دي تاني، او انك انت ترجع لي حمام ميت او حمام تعبان او حمام ايا كان فيه، او انت بعد ما مشيت وقلبت الحمام وترجعه لي تاني، فانا كده ما بكسبش، كده انا بخسر، ودي بتبقى طبعا من ضمن الخسائر اللي انا بتكلم عليها. فالحمامه دي بصراحه من ساعه ما بدات فيها وهي في خساره مستمره معايا، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وافضل برده مستمر لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا ان شاء الله. وكده يا جماعه بكون نهيت حلقتي معاكم، عشان ما اطولش معاكم في الفيديو. اتمنى بقى لو ما اشتركش عندي في القناه اشترك دعم لي ودعم للقناه، وما تنساش تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.